ثمانية قلت لهم فخر اليوم باش يرجع روحه ثقة في روحه والا مش بيشوفوا حتى شيء. ضربت وضربت الكاميرون جمع لي فيتك اورينيك على اليمين عمل ديفيرينسا على البونتو الاول ديفيرينسا على البونتو الثاني على اليسار اما الجريلي في الماتش برجلين يقولها بالحق مش برشا والله يعني اليوم صحيح بعد الخيبه نتاع الكاميرون جميع يشك في روحه ولا يشك في امكانياته رجعت للسي اس اس خدمها بالقدا حبينا نفرحوا التوانسه الكل ونسيهم في النكسه الحمد لله اليوم 2-0 ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله. اش قولك انت ماتش روتور 2-0 تحسها مطمئنه الغادي في المومباتشي ونعرفوا اللي باش يصير الكل في في في, في الكونغو الغادي. لا ما فماش مباراه سيرتو كما قلت انت في الكونغو يعني باش تعدى سهله باش يعني باش تكون كل شيء ضدنا السخانه التيران الاربيتر ينجم يكون ضدنا كيف كيف لازمنا نحضروا لهذا الكل وان شاء الله نروحوا بتيتر لتونس ان شاء الله. انت ما قلتليش في الاخر شنو تبدل بين فخري بتاع الجمعه اللي فاتت وفخري بتاع اليوم شنو اللي تبدل؟ روحت للدار هزوا لكم المورال شنو هي الحكايه؟ ولا طلع في الحومه لهنا ماكش بعيد؟ والله ما تبدل شيء يعني واحد الله غالب عملنا يعني مباراه خايبه في الكاميرون الناس الكل يعني ما كناش في نهارنا. الحمد لله اليوم واحد يعني عملنا رياكسيون وحبينا نفرحوا التوانسه الكل وان شاء الله نكملوا هكا ونفرحهم بالتيتر. ميرسي فخري.